حاسه الساتسه بتاعتنا هي مش ما اسمهاش حاسه ساتسه بقدر ما هي اسمها انك تبقي يعني ان دايما دايما مصدره ان هي الوحشه. يعني احنا كستات الحاسه الساتسه بتاعتنا جايه من فكره ان انا دايما مترقبه ده هيعمل فيا ايه غلط، ملهاش علاقة بحتة ان انا اكتشف ان كان ده بيقول لي في الوقت ده كلام غلط او صادق او بيحبني او ما بيحبنيش، لان دي اسمها دراسة علاقات. يعني انا ببقى بدرس العلاقات. انا بعتقد ان الحاسة السادسة عند الستات بتبقى باينة قوي وظاهرة جدا لما انا اقرر ان انا اتزوج من هذا الرجل واحس ان انا امتلكت هذا الرجل، بتبتدي تحصل عندي مش الحاسة السادسة اللي هي حاسة النيات اللي مش مستوي مش صح. يعني طول الوقت انت في حاله ترقب، طول الوقت انت بتحبيه بتموتي فيه، عارفه انه بيموت فيكي بس احتمال يعمل حاجه غلط، فخليني دايما اليرت. فده وجهه نظري، يعني انا ما بحسش ان انا لازم عشان انا عندي حساسه فلازم اعرف اللي قدامي كان بيكذب ولا لا. ما مش لا يعني طيب مش خلينا نقول ان الحاسه السادسه هي بتطلق على الستات، يقول لك دايما الست عندها حاسه سادسه. لا، هي الحاسه السادسه عند كل الناس مش عند الستات بس. وفي عند الستات بتفسر لازم ده مرحله بقى كبيره من الوعي، ان انا ما يبقاش عندي هلاوس، ان انا ما يبقاش عندي مسيطر طول الوقت سوء الظن، ان انا ما يبقاش عندي فكر نظريه المؤامره، ده في ست وفي راجل. لكن العلم بيقول ايه على فكره الحاسه السادسه دي؟ ان العمليات احنا عندنا 5 حواس، فلما ال5 حواس دول يشتغلوا مع بعض بنفس القوه في نفس الوقت بندي نتيجه افضل، فبيبقى عند الست، لان الست مهتمه بالتفاصيل. عشان كده الراجل ما بيشتغلش على انه ينور الحاسه السادسه اللي عنده، ولا هي حاسه مهمله عند اغلب الرجال، مش معنى كده انها مش موجوده، ومهمله عند الستات وبيساء استخدامها برضو عند الستات، لانها هي بتركز بس في قصه انها طول الوقت بتشك وبتدور، فبتروح لمنطقه الخيانه بيخوني، فبتفضل طول الوقت تراقب وتتعصر وتتبعصر كل الحاجات اللي بتعملها بلا فايده، او لو جت بفايده تبقى فيها خساره عليها. لكن لو هي بتركز فيها في الاتجاه الصحيح مع الولاد مع الحياة، بس تبعد عنها فكرة الهلاوس وفكرة ان انا ابقى ايه نظرية الشك، ما يبقاش ان انا ماشية بنظرية الشك عمال على بطال. هنا ممكن تبقى هي مفيدة في الحياة جدا، وهنا ممكن ما تحبش بقى بودنها يعني، او مش اي كلام يتقال لها تصدقه. ليه؟ لأن هي بتبقى عندها اتزان كده، انها تعرف ان اذا كان الكلام ده صادق ومن القلب ولا بيتقال لها اللي هو نوع من النصب العاطفي. هو نقطة مهمة جدا، احنا انت رابطة الحاسة السادسة بفكرة ان انا احب او ان انا احب صح. انا بشوف ان الحاسه السادسه موجوده فينا كلنا كستات، لا وبتؤدي دورها حلو جدا مع اولادنا. مفيش ام في الدنيا ما بتبقاش قلبها ممكن ياكلها في وقت معين، تحس ان ابنها بيعمل حاجه غلط، تحس ان بنتها مش مظبوطه، دي بتيجي من الحاسه السادسه. بس انا مش من الشخصيه الموافقه ان انا عشان بستمتع بحاسه السادسه فانا استطيع ان انا لو لغيت فكره الشك اقدر اقيم واحس ان كان هو بيحبني ولا لا.